هنروح لتنس الطاولة رجال عودا حميدا للدوري. بدأنا أول مباراة لعبنا طبعا أهلي فقوس بدوري رجال تنس الطاولة، فزنا الحمد لله بنتيجة 3-0. حضراتكم بفكركم إن فريقنا الرجال أو في مجموعة كبيرة منهم مسافرين أو مشاركين مع منتخب مصر في بطولة العالم في الصين اللي انتهت بالفعل، وإن احنا طلعنا في إنجاز تاريخي لدور ال 16 هناك. فالحقيقة مجموعة كبيرة غايبة عنا، ولكن المجموعة اللي مثلت النادي الأهلي في مباراة فاقوس كان خالد عصر وعمر بدير ومروان جمال، لعيبه يعني اسامي كبيره ومستقبل باهر. وطبعا غياب محمد البيلي وشومان محمد شومان وشادي مجدي ويوسف عبد العزيز في الصين طبعا ده منعهم ان هم يشاركوا مع النادي الاهلي. طيب الفريق بيقوده مين او الجهاز التنس الطاوله بيقوده مين؟ الكابتن اشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز والمدير الفني، ومعاه كابتن اشرف صبحي مدرب عام للرجال، وكابتن احمد عبد السلام مدرب عام مدرب مساعد الفريق. اما الجهاز الاداري فبضم احمد حامد مدير اداري ومصطفى عبد الفتاح اداري، دستور الكابتن اشرف عبد الفتاح المدير رئيس الجهاز والمدير الفني. حقيقه هذا الرجل يعني الحقيقه من الشخصيات اللي بتحب العمل جوه النادي الاهلي وبيبذل كل مجهود الحقيقه دايما مع الرجال والسيدات، مش الرجال بس، هو ماسك الرجال والسيدات كجهاز فني رئيس جهاز ومدير فني، والراجل بيبذل مجهود والحقيقه بيعمل في صمت. يعني كابتن اشرف ما شفنالوش اي صوت عالي او اي تصريحات، هو بيعمل في صمت وبيحصل على بطولات في صمت ان شاء الله، وبيخرج لعيبه في صمت. يعني احنا عندنا النهارده 4 لعيبه من النادي الاهلي في منتخب مصر، محمد البيلي محمد شومان وشادي مجدي ويوسف عبد العزيز. يعني انت بتتكلم هنا عن النادي الاهلي بيقدم لمنتخب مصر كوادر فنيه عاليه جدا بتساعد في انجاز تاريخي ان مصر توصل بتبقى من احسن 16 فريق على مستوى العالم في تنس الطاوله. ده انجاز الحقيقه جيد جدا ولم يحصل في التاريخ، وان شاء الله القادم افضل. عمر عصر وصل 5 اولمبياد، يعني كان بينه وبين تحقيق ميداليه مباراه واحده. يعني قصدي اقول لكم انه وده كان انجاز تاريخي ايضا، كان اول مصري يحصل على المركز الخامس في تنس الطاوله. يبقى النادي الاهلي هنا بيدعم المنتخب بشكل قوي، وهو ده مش غريب على النادي الاهلي. النادي الاهلي بيقدم كوادر في كل الالعاب وكل المجالات سواء رياضيه او اداريه، لعيبه او اداريين او مدربين، وهو ده قدر النادي الاهلي الكبير كبير.